الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا منعني أبي من زيارة أرحامي فما الحكم؟ الحمد لله، لقد أمر الله عز وجل بطاعة الوالدين ولا جرم في ذلك، والأدلة عليها كثيرة ولكن المتقرر عند العلماء أن كل من أمرنا الله عز وجل بطاعته فإنما له مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. وأعني بمطلق الطاعة يعني أنه إنما يطاع في المعروف لا في معصية الله عز وجل. فولي الأمر له حق الطاعة، أليس كذلك؟ الجواب نعم، ولكن طاعته مقيدة بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك الزوج على زوجته، يجب عليها أن تطيعه في المعروف، فلا طاعة له إذا أمرها بمعصية الله عز وجل. وكذلك الوالد والوالدة، رفع الله قدرهما وشرح صدورهما للحق، لا يجوز للوالدين أن يأمرا أولادهما بالمعصية. قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فإذا لا يجوز طاعة الوالدين في شيء من معصية الله عز وجل، ولكن على الولد أن يصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا يجوز للوالدين ولا لغيرهما أن يأمر أولادهما بقطع أرحامهم ولا بهجرهم، وليس للأولاد طاعة والديهم في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. ولكن ينبغي مع ذلك على الأولاد أن يبروا بوالديهم وأن يحسنوا أخلاقهم معهم وأن يحذروا من الألفاظ البذيئة وأن يصاحبوهم في الدنيا معروفا. فالله عز وجل أمر بطاعة الوالدين في المعروف، وأمر ببرهما والإحسان إليهما وإدخال السرور على قلوبهما والابتعاد عن كل ما يؤذيهما. ما لم يترتب على طاعتهما معصية لله عز وجل. ولذا ذكر العلماء ضوابط في تحديد وبيان مقدار الطاعة والعقوق. فلا يجوز للإنسان لا حاكما ولا زوجا ولا والدا أن يأمر من تحت يده بأن يعصوا الله عز وجل. والله عز وجل هو الذي أمرنا جميعا بصلة أرحامنا، فلا يجوز أن نطيع الوالد ولا الوالدة في معصية الله تبارك وتعالى. فينبغي على الأولاد أن يذكروا والديهم بخطورة قطع الأرحام وبخطورة هجرهم وبضرورة صلة الرحم، وأن يقرأوا عليهم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب صلة الأرحام وما لصلة الرحم من أثر حسن على الجميع. فصلة الرحم من أعظم خصال الخير ومن آكد شعب الإيمان. ولقد وردت أحاديث تحذر من قطيعة الرحم وتبين خطورتها على صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه يقول الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا ينبغي أن يحملنا حنقنا وغضبنا على أقاربنا أن نقطع ما يجب لهم تعبدا لله عز وجل. والخلاصة أني أقول للأولاد كما قال الله عز وجل: لمن يأمره والداه بالشرك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والله أعلم.